سيقدمون لنا الآن. وبالتالي الذين يتحدثون على أن هناك مصلحة ومنفعة فأبلغوا لعنة الله على الكاذبين. الكيان المجرم لا يمكن أن يقدم دعما لنا في الصحراء وعمره ما قدموا بل هو يتعامل. ونحن تنعرف أحد الوزراء ديالو الدرزي واللي استقبلوا عن زيارة هذا الكيان هذا الملعون نتنياهو وفجوابنا على هذا الأمر. فالشعب المغربي كان دائما صبرا لمسيرته المليونية في كل تهديد للقضية الفلسطينية وبالأحرى أن ينتهي إلى بلاده. وكان لنا الشرف أن نشارك قبل 14 فبراير ليدز في أحد الوقفات التاريخية بمدينة الدار البيضاء على استضافة واحد المجرم واحد العميل واحد جيش واحد مجرم حرب هو مارسياس إنريكو من طرف المركب السينمائي في الكرامة واللي كانت وقفة مشرفة. فكما واجهنا هذا المتصهيب فاحنا مستعدون أن نخرط في جهود لرفض استقبال هذا الملعون في بلادنا وتدنيس بلد مسيرات المليونية وبلد المجاهدين وبلد عبد الكريم الخطابي وبلد المجاهدين الذين جاهدوا من أجل القضية الفلسطينية. فقلت هذه أيضا هذا هو الوضع بالنسبة إلينا. يعني وهذا بالنسبة غير مستصار أن الملك اللي هو رئيس لجنة القدس وفي واللي كانت بالمناسبة كانت للمغرب في ظل هذه الفترة ديال 2018-2017 كان واحد الموقف يعني شجاع من مجموعة من الرسائل اللي توجهت أمين العام المتحدة التي ترصد مجموعة من الانتهاكات للكيان الصهيوني في المسجد الأقصى واللي المغرب دارها كرئيس للجنة القدس. ثم يعني لا يستصعب أن المغرب يرسل مساعدته وهذا من الأعمال الجليلة للمغرب باش يرسل مساعدات ومستشفى ميداني في قطاع غزة. ونسمع حديثا عن زيارة كيان المجرم الحرب نطليه إلى المغرب. بالتالي مطلوب توضيح رسمي في هذا الباب. فقلت هذا وضع عربي يتم استثماره من اجل بطبيعه الحال التمرير لواحد المخطط خطير جدا اللي هو التطبيع. هذه الصفحه من البنود الاساسيه ديالها هو ما يسمى بشرط حق العوده. ما تبقاوش تهضروا لنا على حق العوده او اللاجئين المشتتين اكثر من 6 مليون 7 مليون فلسطيني مشتتين في العالم. ما تبقاوش تهضروا على شي حاجه سميتها عوده فلسطينيه مشكلة المسجد الاقصى وغزه وباقي فلسطين. هذا من التفاصيل اللي قلت اجراءات في هذه الصفحه. شرط حق العوده للفلسطينيين انشاء دوله فلسطينيه يعني بدون سلاح بزرعه كل شيء. فين غيديروها؟ غيديروها في مرحله اولى واحد الكونفدراليه ما بين الاردن في الضفه الغربيه والاردن. وفق ان غدير واحد الدوله فلسطينيه فين؟ في غزه وجزء من العريش وسيناء. وانتم تشوفوا الحرب الطاحنة التي يتم تأخذها النظام المصري الخائن العميل لتطهير يعني العريش وسيناء من الإرهابيين بين قوسين. واللي هو المشروع هو واحد النوع من الدولة في هذا الأوروبا. ثم المهرجان بغينا هذا المهرجان أن الإخوة أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وعندنا 30 مارس يوم الأرض. ثم عندنا محرحة غزة. هذو ثلاثة المواسم أساسية واللي أنه لو أن كان واحد البرنامج وتكون فيه محطات وعرض أشرطة وتأحية في المؤسسة التعليمية فمعركة إحياء الذاكرة ومعركة التوعية يعني واحد السبيل واحد الهم الأساسي لنصرة إخوانهم في المسجد الأقصى والقيام بالدور المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله. قضية ثانوية كما يدعى بل لا زالت قضية أساسية ومحورية كما تناول الدكتور التطور التاريخي للانتهاكات الصهيونية في حمل المقدسات والأرض إضافة إلى التطورات الراهنة سواء داخل قطاع غزة أو داخل الأراضي المحتلة في ظل ما يعرف بصفقة القرن والتي تتمحور بالأساس على التصفية الشاملة للقضية. وكتوضيح الدكتور رشيد فلولي والذي أعطى توصية لجمعية النور التنمية والمواطنة للتوجه إلى المؤسسة التعليمية أن نحب أن أولا للدكتور أن المؤسسة من خلال جميع السنوات السابقة في المهرجان كانت تخصص دائما فقرات سواء من خلال مراسم أو من خلال شرح للقضية الفلسطينية تتوجه بها إلى المؤسسة التعليمية.